فضيلة الشيخ، ما هو فضل الأشهر الحرم أفادكم الله؟ الأشهر الحرم اختارها الله جل وعلا من بين الأشهر، وكل إنسان مؤمن بالله جل وعلا، وكل مؤمن بالله واليوم الآخر يعظم ما عظم الله ويعظم شعائر الله تقربا إلى الله وخوفا من الله ورجاء في رحمة الله عز وجل. ومن علمه ربه أتم عليه النعمة إذا رزقه العمل. فعلمنا الله أن عدة الشهور عنده 12 شهرا في كتابه يوم خلق السماوات والأرض، منها هذه الأربعة الحرم. ثم سكت سبحانه عن بيان هذه الأربعة الحرم ما هي، فجاءت السنة وبينتها، وهذا مما يسميه العلماء الإجمال الذي بينته السنة. فجاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع وقال: ثلاثة سرد وواحد فرد، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر. فقال رجب مضر لأن مضر كانت تعظم رجب من بين سائر العرب، ولذلك نسب إليها وقيل لها رجب مضر. هذه الأربعة الأشهر حرم من عند الله عز وجل، والواجب على المسلم أن يتقي فيها المحرمات، سواء كانت من الأقوال أو كانت من الأفعال الظاهرة الباطنة العامة الخاصة، يتقيها، فإذا فعل ذلك سلم له دينه، ويحرص كل الحرص فيها على أن يكون بعيدا عن معصية الله عز وجل، لقوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فأمر الله عز وجل بأن يتقى فيها، حتى كانت العرب في جاهليتها الجهلاء وضلالتها العمياء لا تقاتل في الأشهر الحرم تعظيما لهذه الأشهر. وكانوا يقولون: لربما وجد الرجل قاتل أبيه فلا يقتله في الأشهر الحرم تعظيما لها. وأهل الإسلام وأهل الحنيفية أولى بالتعظيم منهم، والله تعالى أعلم.